رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وننتقل الآن إلى الصحة وتحديدا وين يحتفل العالم قريبا إن شاء الله في 14 نوفمبر باليوم العالمي للسكري، من أجل توحيد الجهود العالمية لزيادة الوعي حول مرض السكري وحسن الوقاية منه. بنتكلم عن الاستعدادات الخاصة لمؤسسة حمد الطبية لهذا اليوم وعن حملات توعوية الجديدة في هذا العام. نستضيف معنا في استديو خبيرة التثقيف الصحي منال المسلم مؤسسة حمد الطبية. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا، حياكم الله. الله يحييك استاذة. في البداية يعني احنا يمكن مبشرين في الموضوع لانه بيصادف امتحانات عيالنا، فايش قد مهم اولا كتخصيص يوم على مستوى العالم، وايش قد مهم ان احنا نذكر المؤسسات او المدارس على اساس انه حتى لو كانت فتره امتحانات من الحين على الاقل يسوون فعاليه يوعون بهالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو العالم بدا يحتفل او تخصيص يوم لهذا المرض في عام 1991، لكن في عام 2006 صدر قرار من الجمعيه العامه للامم المتحده. هذا القرار ينص على ايجاب يوجب كل دولة بالاحتفال وتخصيص يوم الاحتفال على مستوى جميع الدول العالم بهذا اليوم لرفع مستوى الوعي عند الناس، وأيضا لخطورة هذا المرض. وكان هذا القرار فريد من نوعه، لأن أول مرة الجمعية العامة للأمم المتحدة تصنف مرض غير معدي كالسكري على أنه مرض خطير ويهدد الصحة ويهدد أمن الدول، الأمن المالي للدول والأسر. فطبعا مهم جدا ان تتفاعل معنا مؤسسات الدوله كلها بما فيها المدارس، لان فلذات اكبادنا وهم اجيال المستقبل. صحيح. وخاصه ان انتشار السكري صار يعني شيء بدا ينتشر في الفئه العمريه الصغيره عند الاطفال، سواء بنوعيه النوع الاول او النوع الثاني بسبب السمنه والحياه الغير صحيه او اسلوب الحياه الغير صحي. اذا على اساس يعني ما ذكرتي، شنو هي التحضيرات الاساسيه اللي تقومون فيها من اجل يعني زياده هذه التوعيه؟ طبعا العام هذا مؤسسة حمد الطبية تحضيرات مميزة، لأن الدكتورة حنان الكواري الإدارة عنا اهتمت بهذا الموضوع اهتمام كبير، وإحنا في كل سنة في طبعا فعاليات وتحضيرات، لكن العام هذا الدكتورة أصدرت توجيهات بتكليف فريق عمل متكامل على مدى العام، على أن يكون مهمتهم عمل حملة توعوية شاملة لمرضى السكري على مستوى الدولة. الحملة لها ثلاث أهداف أو ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى بدأناها في شهر 6 العام الماضي بتوعية الجماهير بعوامل الخطورة المسببة لمرض السكري. وطبعا يمكن الكل شاف في لوحات كانت في الشوارع تمثل في، كان بعض الجمل على الإذاعة والتلفزيون، كان في برامج أيضا على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. فهذه الحملة كلها من مؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية اللي هي حاليا راح نبتديها، اللي هي التوعية بأعراض مرض السكري وكيفية تجنب هذه الأعراض والتعرف على مرض السكري. أني أنا أعرف أني أنا هذه الأعراض معناتها سكري، لازم أتوجه لأقرب عيادة وأفحص وأتأكد أن هذه الأعراض مش أعراض سكري. والمرحلة الثالثة إن شاء الله راح تبدأ مع اليوم الرياضي، نختم فيها الحملة التوعوية تبعتنا، اللي هي التأكيد على أن الوقاية من السكري بأسلوب الحياة الصحي والرياضة وممارسة وتشجيع ممارسة الرياضة. صحيح. طيب استاذة، من اسابيع كان في كورس معتمد لاعداد مثقفين صحيين لمرضى السكري مع كلية شمال الاطلنطي بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، شنو كانت تفاصيل هذا الكورس؟ طبعا من رؤية المؤسسة، لان التثقيف مرض السكري شيء مهم وعامل اساسي في علاج المرض والوقاية منه، احنا بدأنا مع كلية شمال الاطلنطي العمل والتحضير لهذا الكورس من عام 2010 والحمد لله. طبعا هي بمبادرة مؤسسة حمد الطبية وفريق تثقيف مرضى السكر في المؤسسة، كتبنا البروبوزل او وجهنا لكلية شمال الاطلنطي والحمد لله توافق عليه، والتحضيرات اخذت منا يعني فترة طويلة، وكان يعتبر هذا الكورس اول كورس معتمد طبعا على مستوى الدولة، وان شاء الله نرجع ان يتطور الكورس لتكون درجة علمية يعني دبلوم من كلية شمال الاطلنطي في تثقيف مرضى السكر. طبعا لأهمية هذا الشيء وأيضا لنقص في الكوادر،
والمعروف أن تثقيف مرض السكري أهم هدف له أو الأهداف الأساسية اللي هي تغيير سلوك الإنسان من السلوك الخاطئ إلى السلوك الصحي السليم. فتغيير السلوك هذا يحتاج من المثقف الصحي أن يكون على دراية بعادات وتقاليد أهل المنطقة وأهل البلد. لذلك يعني لما كتبت المشروع أو لما كتبنا البروبوزال مال المشروع كان هدفي أن يكون المثقفين الصحيين هم أبناء الدولة وبناتها وأيضا المقيمين على هذه الأرض الطيبة، لأن المعرفة بعادات والتقاليد هو شيء وعامل أساسي، لكن استيراد مثقفين من الخارج راح يكون مجرد عدد فقط، يعني ما مش راح يضيف أي شيء للوقاية من السكري. يعني هي مادة الطلاب ممكن أن هم يدرسونها وبيكون عليها شهادة؟ لا هو كورس معتمد لمدة 6 أشهر، ابتدأنا في شهر نهاية شهر 10، حننهي في شهر 4 إن شاء الله. الكورس تقريبا خمس أشهر تقريبا. تبعنا فيه نفس المنهاج اللي تتبع الاتحاد الدولي للسكري. لأي كورس معتمد على أساس إنه يكون معتمد من الاتحاد الدولي للسكري أيضا. الكورس يتراوح بين محاضرات وورش عمل مختلفة وأشياء أصلا يعني تدريبية عملية في المؤسسة مع الفريق. طبعا الكورس يشارك فيه مدرسين من مؤسسة حمد الطبية، أطباء ومثقفين وأخصائيين تغذية من مؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية بكلية شمال الأطلنطي. في على أساس أنه يكون تبادل الخبرات من الناحية الأكاديمية، وهم كأكاديميين وإحنا كإكلينيكيين، فننقل الخبرة الإكلينيكية للطلاب. طيب أستاذة، يعني إلى جانب يعني هذا الكورس أو البرنامج والحملة اللي الحين تقوم فيها مؤسسة حمد الطبية على أساس اليوم العالمي للسكر، أيضا هناك حملات أخرى وبرامج أخرى تقوم بها مؤسسة حمد الطبية تأكيدا لأهمية هذا المرض. بشكل عام شلون تعطين هذه النصائح على أساس بالفعل أن هناك في جهود مقابل الأهمية؟ طبعا بشكل عام هو الحملات كلها تتوجه إلى الأسلوب، التركيز على الأسلوب الحياة الصحي، وعنوان حملتنا الأساسية أن الأسلوب الصحي هو أسلوب تعاملك الصحي مع داء السكري. فالتركيز جميع الحملات تتركز على الوقاية من سواء الوقاية من المرض قبل التشخيص أو الوقاية من حصول مضاعفات المرض باتباع الأسلوب الصحي أو التعامل السليم مع مرض السكر من البداية. وهذا اللي نبي نوصل للجمهور، إن أنت كشخص مصاب بالسكري تعتبر أساس في فريق الرعاية الصحية اللي يتعاملون معك، ولازم يكون لك دور مهم في الوقاية من مضاعفات المرض. نعم، جميل، ويعطيكم ألف عافية. خبيرة التثقيف الصحي منال المسلم من مؤسسة حمد الطبية، شاكرين تواجدك معنا. إذن الآن مشاهدينا ننتقل إلى زميلنا محمد اللخن الموجود في أكاديمية أسباير لمتابعة أعمال منتدى الدوحة الرياضي الدولي الثالث اللي تم افتتاحه يوم أمس. تفضل يا محمد، صباحك الله بالخير. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، الصوت مثل ما أنتم شايفين وراي صبح عليكم بالخير، صبح على أخواتي في الاستديو حصة وخلود. إحنا الآن متواجدين في قبة أسباير الرياضية للحديث عن منتدى الدوحة الرياضي اللي افتتحه أمس تحت رعاية سمو الأمير بلاد المفدى تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. افتتحه تحت رعايته وتم افتتاحه عن طريق رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني. الحديث أكثر عن هذا المنتدى وما يحدث فيه معنا الأستاذ حمد بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وحدة الإعلام بقطر الأولمبية، لجنة الأولمبية. مرحبا بكم، أسهلا. مرحبا وسهلا. الشيخ حمد، كلمنا عن اللي يصير في المنتدى هذا، كلمنا عن كل الأشياء من بدينا أمس إلى اليوم وانتهى بكرة إن شاء الله. طبعاً هذه السنة الثالثة لدوحة غوز، ودوحة غوز منتدى عالمي ويهدف كل ما يخص الرياضة. طبعاً أقيم الهدف من إقامته في دولة قطر هو الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الرياضة. طبعاً في جوانب كثيرة تقدر تربطها بالرياضة مثل التجارة والرياضة والتعليم والرياضة وإلى آخره. طيب الشيخ حمد، أنا كأني شفت البوث موجود عندكم أو جناح اللجنة الأولمبية، الجناح هذا إيش ممكن يخدم المنتدى تحديدا؟ طبعا تواجدنا أيضا لا أخفى عليكم، نحاول نتواجد في كل مناسبات الرياضة سواء كانت في دولة قطر أو خارج قطر.
أما بالنسبة للبوث هذا لاستعراض البرامج اللي تقوم بها اللجنة الأولمبية القطرية، طبعا من أبرز البرامج اللي نقوم بها الآن حملة قطر النشيطة وبرنامج حملة قطر النشيطة وأيضا البرنامج الأولمبي المدرسي. طبعا أنت عارف البرنامج الأولمبي المدرسي يعني السنة هذه نسخة الثامنة و تجاوزنا 26,000 طالب، فأنت لما يكون عندك الخبراء من الدول تيجي دولة قطر وترى هالمنشآت العالمية اللي احنا فيها أسباير وترى البرامج اللي تقوم بها الجهات الرياضية في دولة قطر، طبعا ينبهرون ولله الحمد، وهذا مو بشيء غريب على دولتنا. ما في شك يعني أشوف قطر وصلت إلى مراتب جدا كبيرة في الرياضة، وهذا دليل وجود مثل هالمنتديات هذه اللي استمرينا السنة الثالثة الآن أو الرابعة على التوالي، فهذا شيء إيجابي. اللي أبغى أكلمك عنها تحديدا قلت لي حملة قطر نشيطة، إيش ممكن تخدم حملة قطر نشيطة الجناح في الربط بين المنتدى واللجنة الأولمبية؟ طبعا حملة قطر نشيطة تهدف إلى الرياضات المجتمعية، هو زيادة الوعي للمجتمع بما يخص الرياضة. لا يخفى عليك يعني فوائد الرياضة فوائد كثيرة، وإحنا نحث المجتمع أيضا من خلال حملة قطر النشيطة أنهم أن يجعلون الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية. الله يعطيك العافية، بيض الله وجهك في اللقاء معنا. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام، الشيخ حمد بن عبد العزيز آل ثاني رئيس وحدة الإعلام باللجنة الأولمبية يقول الرياضة هي جزء من المجتمع لا يتجزأ أبدا، وعلى هذا نكتشف أنه العبارة اللي أنا شفتها ولاحظتها في كل الجناح الموجودة هنا أنه نداء رياضي لكافة الرواد في مختلف المجالات، يدل أن الموضوع هنا استقطاب كافة الخبرات العالمية اللي موجودة عندنا في العالم. وهذا حتى أنا لما جلست مع الضيوف الموجودين هنا من مختلف الأماكن، كان التركيز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضا وجدت أنهم موجودين بأوراق عمل جميلة وفي نظرة أكاديمية في الموضوع، وهذا يدل أن الجماعة هنا يشتغلون بعمل جدا رائع. من أهم الغايات اللي شفتها أيضا موجودة هي إشراك الشباب والابتكار والإبداع، وأيضا تعزيز ثقة المشاركين في وضع حلول مهمة للرياضة، إبراز دور الرياضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدا. هذا كل اللي عندي من القبة الرياضية في سباير. كلمة عندك أخواتي الاستديو. شكرا محمد، وشكر أيضا وصول لضيفك الكريم، وصل يعني ما تفضلت به. والآن مشاهدينا نتكلم عن إطلاق الحملة السنوية الدمى الناعمة من أجل التعليم، اللي أعلنت عن هذه الحملة قطر الخيرية ومؤسسة آيكيا لدعم برنامج اليونيسيف للتعليم حول العالم، وتم الإعلان عنها طبعا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد صباح أمس بمقر جمعية قطر الخيرية. خلينا نشوف هذه الحملة في هذا التقرير. الحملة هذه لها ثلاث أبعاد الحقيقة. قطر الخيرية بالشراكة مع إيكيا قطر واليونيسيف، ثلاث شراكات في مشروع واحد. الهدف من المشروع التعليم ومساعدة ملايين الطلبة الذين خارج مقاعد الدراسة، واللي يقدرون بأكثر من 70 مليون طالب حول العالم. الفكرة تقوم على أن إيكيا في كل فروعها حول العالم، وهي أكثر من 360 فرع حول العالم، من بينها فرع قطر. المتبرع يشتري هذه الدمية القماشية أو المرنة، بدورهم إيكيا قطر يدفعون ما قيمته 5 ريال تقريبا اليورو إلى اليونيسيف، بالتالي اليونيسيف راح تدفع هذه المبالغ في التعليم. الجانب الآخر أن هذه الألعاب التي تم شرائها سيتم توزيعها على الأطفال الأيتام في قطر والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل قطر، فهي لها جانبين، الجانب الداخلي والجانب الدولي. طبعا هو مشروع الدمى مع الآيكيا
يعني نحن نعمل مع لاكيا في حوالي 46 دولة، وخلال السنوات الماضية تم جمع ما يعادل 15 مليون دولار لمساعدة الأطفال للرجوع للتعليم. شفنا معكم هذا التقرير، خلينا نقول تعليمي بس في نفس الوقت خيري. ومشاهدينا ننتقل إلى موضوع بيئي، وننتقل إلى حديقة الجبيلات. قلتها صح؟ قلتيها صح. واستعدادات الحدائق العامة للموسم، موسم الشتاء. بنعرف تفاصيل أكثر مع حمد الفياض. صبحك الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير خواتي في الاستديو، صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. وبالفعل احنا موجودين في حديقة الجبيلات، مثل ما تفضلتوا بدأت الآن الاستعدادات للموسم الشتوي، واستعدادات لأكثر من 500 ألف شتلة من الزهور. نتكلم أكثر عن الاستعدادات هذه وعن الحدائق مع ضيفنا اليوم خالد السنيد، رئيس قسم المشاريع في إدارة الحدائق. صبحك الله بالخير. صبحك بالنور والعافية، يا أهلا ومرحبا ويا أهلا بقناة الريان. أبو تركي، أولاً نبي نقول حق مشاهدينا إحنا وين موجودين وإيش يميز هذه الحديقة؟ بدايةً إحنا بإدارة الحدائق العامة، نرحب فيكم. حالياً إحنا بحديقة الجبيلات، منطقة كبار الموظفين. الحديقة تقريباً تم إنشائها في سنة 2013، خلال 2013. احنا الحين في المراحل الأخيرة من فترة الضمان اللي تستمر ل 400 يوم، والمتوقع إن شاء الله خلال نهاية الشهر الحالي يتم تسليم الحديقة كتسليم نهائي لبلدية الدوحة كاعتبارها المالك للمشروع. جميل. حين سيد خالد، احنا تكلمنا عن استعداداتكم للموسم الشتوي، ودنا نعرف استعداداتكم من خلال تجديد الحدائق وتجديد الزهور نفسها. إدارة الحدائق العامة تتكون من ثلاث أقسام، من قسم المشاريع وقسم التصاميم وقسم المشاتل. ما يتعلق بالزهور الموسمية واستعدادات الإدارة والبلدية ككل، في تنسيق كبير ما بين قسم المشاتل بإدارة الحدائق العامة توجيهات من السيد محمد علي الخوري مدير الإدارة، مع البلديات أقسام الحدائق في جميع البلديات بالدولة. في تنسيق كبير باعتبارها القسم هو المعني بتوفير جميع الأزهار الموسمية سواء كانت شتوية أو صيفية للبلديات لتم زراعتها سواء في الحدائق أو في الشوارع الرئيسية العامة. طيب، احنا نبي نتكلم عن آلية التنفيذ لهذا التطوير. التطوير طبعا في خطة خمسية شغال فيها قسم المشاتل، بس على كشكل مبسط حاليا الزهور الموسمية أو قسم الصيانة بالإدارات عندهم فترتين سنوية في السنة، يعني عندهم الزهور الصيفية والزهور الشتوية. طبعا الزهور الشتوية هذا هو موسمها خلال شهر أكتوبر لتقريبا بدايات نوفمبر، طبعا قبلها تكون المشاتل بالإدارة والمشاتل اللي تتعامل فيها الإدارة، لأن جميع الزهور الموسمية ما يتم توفيرها بالكامل من قسم المشاتل عندنا بالإدارة، ففي تعاون مستمر مع القطاع الخاص. طبعا قبلها تسبق كلها الترتيبات مخاطبات مع البلديات كاستفسارات شنو نوع الزهور اللي يبغونها، نوع الأشجار اللي مطلوبة، كل بلدية لها طلباتها، كل بلدية لها طابعها الخاص في تجميل منطقتها. فاللي يصير في الشتاء هو نفس اللي يصير في الصيف، فهي كلها عبارة عن أمور تنسيقية. احنا عبارة عن المورد للبلديات، وهم بدورهم ما بين الأقسام عندهم أو الشركات الخاصة اللي تشرف على صيانة الحدائق والشوارع العامة، هم يتولون زراعتها. طيب، طبعا ابو تركي اليوم قبل ما يبدا لقائنا يوم ما شفنا العيال الصغار يلعبون، قلت لك انا وايد استانست انه فعلا هم حصلوا الفرصه وحصلوا الحديقه بهذه المميزات اللي موجوده فيها. اداره الحدائق العامه عندكم ايش خطتها للفتره القادمه؟
والله يا أخوك الخطة ما بنقول سنوية، الخطة شهرية تقريبا، يعني كل يوم شيء جديد يطلع بالسوق. تشوف هالحديقة مثلا على سبيل المثال، بدينا فيها تقريبا في منتصف 2011 على ما اكتملت في نهايات 2012. المواصفات الرؤية العامة للإدارة تتغير، يعني في أمور يعني مستحيل الحين المواصفات اللي نشوفها في الحديقة حاليا بتنشاف في الحديقة. عندنا حديقتين حاليا في طور العمل فيها، وإن شاء الله خلال 3 أشهر لـ4 أشهر بتكون جاهزة حديقة اللقطة للنساء والعائلات وحديقة أم صلال. متوقع أن بالنسبة لحديقة أم صلال بيتم افتتاحها إن شاء الله في نهاية ديسمبر الجاري الجاي، وحديقة اللقطة إن شاء الله في نهاية فبراير الجاي. راعينا فيها كل السلبيات إن وجدت اللي شفناها وقت مراحل تنفيذ الحدائق. المواصفات والمواد المستخدمة على أعلى طراز، تركيزنا مو بس كقضية جودة تنفيذ، الراعي أن رواد الحديقة هم الأطفال، فالتصاميم والمواد المستخدمة وخاصة ما يتعلق بألعاب الأطفال، الأرضيات المحيطة بألعاب الأطفال اللي هي متمثلة في الربر أو المطاط، وبالإضافة للإنارة، يعني الإنارة تشكل رقم كبير في ميزانية المشروع باعتبار أنه ما في مجال للخطأ أو للتهاون في قضية المواد الكهربائية داخل الحديقة. فكل هالأمور بالإضافة طبعاً للتصميم الجمالي المعماري، طبيعة كل حديقة، المنطقة المحيطة بالحديقة ما تكون شاذة كتصميمياً. فالأوامر التغييرية اللي تصير خلال تنفيذ المشروع هدفها الأول والأخير أن نطلع بمشروع يكون موائم، يكون طبعاً موائم للرواد الحديقة، ويكون في نفس الوقت طابع جمالي يبرز جمالية المنطقة. في خلال الفترة اللي فاتت يمكن سمعنا بعض الشكاوى من المواطنين، ومعاهم حق ونستمع لأي شكوى تصل إلينا، بس في أمور يعني خلال المشروع تستدعي أن احنا نتأخر في المشروع لمصلحة الحديقة. يعني بالأول والأخير يعني نبغي ننشأ حديقة، ما نرجع لها بعدين ونسكرها لأغراض صيانة. فنرتئ أن احنا نتأخر شهر شهرين ولا تنقفل بعدين لقضية صيانة. يعني إذا انفتحت الحديقة والحمد لله من بداية ما وجدت الإدارة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الحمد لله ما صادفتنا أي مشكلة مع أي حديقة. صحيح ممكن تصادفنا بعض التأخير في بعض المشاريع البعض، بس الحمد لله ما وصلنا لمرحلة أن احنا أغلقت الحديقة لأي سبب إن كان، ولا الحمد لله صارت. وهاي اللي يهمنا بالأول والأخير، ما في أي حادثة صارت سواء للكبار أو للأصغار، وهاي اللي يهمنا بالمستوى الأول والأخير. وجهك السيد خالد السنيد، رئيس قسم المشاريع وفي إدارة حدائق العامة، شرفنا على شاشة الريان. حياكم الله وحاضرين بأي وقت. حياكم. مشاهدينا الكرام، طبعا نشكر وزارة البلدية على هذا الاهتمام، وخاصة إدارة الحدائق العامة، لأن فعلا يوم ما شفنا عيالنا مستانسين من الصبح وقاعدين يلعبون، أنا شخصيا أسعدت صراحة وقدرت المجهود اللي هم يسوونه ويحشلون يقدرون يحافظون على هذه الحدائق. وأتمنى بعد من رواد هذه الحدائق، هذه حدائقكم، وحفاظ الحفاظ عليها بيكون استمرارية لفتح هذه الحديقة. طبعا هذا كان ما لدينا، ونرجع لخواتي في الاستديو. شكرا حمد، وشكرا موصول ايضا لضيفك. يعني تدري سبحان الله كنت بنبه على هالموضوع، يعني عندنا حدائق تقريبا في كل الفرجان، دورنا احنا ان احنا نحافظ عليها. صح.
وننتقل إلى موضوع آخر بهدف دمج الحياة العملية بالحياة العلمية، وانطلاقا من تشجيع المشاريع الريادية، أقامت جامعة قطر بالتعاون مع مركز ريادة معرض للتاجرات ولتشجيع الطالبات على خوض تجربة العمل. بنعرف تفاصيل أكثر عن هالمعرض في هالتقرير. قسم الفعاليات البرامج السنوية ننظم فعالية تاجرات جامعة قطر. هاي الفعالية هي النسخة الثالثة. بالمناسبة ان احنا يعني هذه الفعالية تهدف الى تطوير المشاريع الصغيرة لدى طالبات جامعة قطر، كما تنمي الطالبات في ليكونوا سيدات اعمال في المجتمع. يأتي تنظيم فعالية تاجرات جامعة قطر 2014 في نسخته الثالثة، والتي تهدف إلى تخريج جيل من سيدات الأعمال ليشاركنا في نهضة بلدهم. طبعا هناك طالبات موهوبات لا يستطعنا إظهار هذه الموهبة، وهنا يأتي دور الجامعة ودور المجتمع في دعم هذه الموهبة. نشكر مبادرات يعني جامعة قطر، لأن يعني وفروا لنا هالشيء. إحنا كطلاب ما عندنا إمكانيات إن إحنا نروح أماكن وايد يعني، فشيء يكون في الجامعة نفسها سهل علينا وايد أشياء يعني. هاي أول مشاركة لي في معرض تاجرات جامعة قطر. لما بديت أشترك كان السنة طافت، يعني شفت إن شلون البنات يشتركون وشلون يسوون أشياء، فعجبتني الفكرة إني أسوي ديزايناتي أنا وأشياء خاصة فيني أنا وأطرحها للبنات. هاي أول مشاركة لنا في المعرض. يعني أول شيء شفنا إعلان، يعني وصلنا إيميل لإعلان الطلبات اللي ودهم يشاركون، اللي عندهم تجارة وحابين يعني يشاركون في المعرض يعني يتواصلون معنا، وقلنا هاي فرصة يعني إن إحنا تونا في أول مشوار، فشاركنا يعني والحمد لله يعني نشوف اقبال يعني. ونشكر يعني بدايه على دعم هالمشاريع الشبابيه، لان هي الراعي الرسمي لهاي السوق الخيري. اغلب التاجرات عندهم منتجات مختلفه، اغلبهم علمناهم طرق التسويق عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الانستغرام، واليوم بعد نشوف كيف يقدرون يبيعون وكيف يقدرون يسجلون المبيعات ويحسبون الأرباح. فالهدف هذا أن احنا ندمج حياتهم الأكاديمية مع خبرات عملية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، استمتعنا وياكم. استمتعت خلود؟ أكيد. لا تنسون طبعا التواصل معنا على فيسبوك وهاشتاج برنامج صباح رباح والإيميل. نشوفكم باكر وفي أمان الله.